thank you بسم الله الرحمن الرحيم بينما احيا الشعب الفلسطيني ذكرى التضامن العالمي مع الثوره الفلسطينيه في التاسع والعشرين من نوفمبر فاذا نحن امام مؤامره لا تزال مستمره تستهدف الحق الفلسطيني تستهدف الثوابت الفلسطينيه تستهدف الحقوق الوطنيه المشروعه غير قابله للتصرف انظر الى ما يجري الان بعد قرار ترامب باعلان القدس عاصمه ابديه للكيان الصهيوني ونقل السفاره الامريكيه الى هناك نفاجا بالقرار الامريكي الذي اعلنه وزير الخارجيه الامريكي بومبيو والذي شرعنا فيه المستوطنات واعطاها الشرعيه وكانه بذلك يخرج لسانه للعالم كله ويضرب كافه القرارات الدوليه الصادره والتي تدين بناء المستوطنات على الاراضي العربيه المحتله نحن اليوم نواجه مؤامره حقيقيه بينما العالم صامت بينما الامه العربيه ترى بام عينيها هذه الجريمه التي تنفذ على ما تبقى من ارض فلسطين العربيه. يشرفنا اليوم ان يكون معنا في هذه الحلقه الدكتور ايمن سمير الباحث السياسي بعد الفاصل. اذا يشرفنا اليوم ان يكون معنا الباحث والكاتب السياسي الدكتور أيمن سمين. دكتور أيمن أهلا وسهلا بك أهلا بك أستاذ مصطفى وأهلا بكل السادة المشاهدين قلت منذ قليل أن الشعب الفلسطيني الذي يحتفل بذكرى التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية في نفس التوقيت نرى قرارا قد صدر منذ أيام عبر عنه بومبيو في تصريحه الشهير بإعطاء الشرعية للمستوطنات الإسرائيلية منقلبا بذلك حتى على الموقف الأمريكي ذاته صحيح. كيف ترى هذا الأمر؟ انا في اعتقادي الرئيس ترامب بيحاول ان يقدم الهدايا يعني الهديه تلو الهديه لرئيس الوزراء الاسرائيلي المتهم بقضايا فساد عديده حتى ينجح قدم له هديه القدس اللي حضرتك اشرت اليها نقل السفاره من تل ابيب الى القدس حتى ينجح وفشل في ذلك في ابريل 2019 وفشل ايضا في تحقيق الاغلبيه في سبتمبر 2019 الرئيس ترامب في اعتقادي حتى يتخذ مسارا عكس المسار الموجود لدى الراي العام الامريكي هناك حتى مشرعون في الكونغرس الامريكي في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ يقولوا لماذا تدفع الولايات المتحده الامريكيه كل هذه الضريبه من اجل اسرائيل لماذا تتضرر يعني صوره امريكا في الشرق الاوسط ولدى الشعب الفلسطيني بسبب اسرائيل نعم هذا القرار قرار امريكي احادي مجلس الامن اجتمع ورفض هذا القرار الامريكي باغلبيه 14 عضو اذا المعزول ليس الشعب الفلسطيني المعزول هو الرئيس ترامب والموقف الامريكي الشعب الفلسطيني في اعتقاده حضرتك اشرت الي قضية التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني احنا عندنا النهاردة 21 برلمان في اوروبا اعترفوا بفلسطين على حدود 4 يونيو 1967 واعطوا توصيه لحكومتهم بالاعتراف على هذا السياق، طبعا ما فيش غير دولتين حتى الان اعترفوا وهما اليونان والسويد، لكن قضيه الشعب الفلسطيني اصبحت حاضره في ضمير الشعوب، رغم ان الحكومات الغربيه لم تتخذ قرار بنفس يعني الحيويه والوعي اللي في الشعوب الغربيه، ده رقم واحد. الدول الغربيه في مقدمتها اوروبا ترفض التعامل مع المنتجات القادمه من المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية، وهذا موقف شعبي ممتاز جدا. الجامعات في أوروبا ترفض التعامل مع أي أستاذ أو زائر يأتي من المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وهذا أيضا موقف مهم للغاية. فلسطين لما ذهبت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على ما سمي نان ممبر ستيت أو دولة مرائب في الجمعية العامة، اعترفت الجمعية العامة برقم كاسح. 176 دولة أيدوا فلسطين مقابل من 192 دولة، مه. ده يعني إيه؟ يعني أن المجتمع الدولي الإرادة الدولية الجماعية مع الشعب الفلسطيني، وأن الموقف الأمريكي موقف منعزل وموقف وحيد. الأمر الآخر هل سيترتب على قرار ترامب أي شيء على الأرض؟ أنا في اعتقادي قرارات ترامب مثلها والعدم واحد، لماذا؟ هأعطي لحضرتك مثال واضح جدا إسرائيل احتلت مثلاً هضبة الجولان في سنة 67، مم. من 67 حتى الآن هناك ثلاثة أجيال، الجيل الكبير الذي كان موجود وأبنائهم وأبنائهم الذين تزوجوا وأنجبوا أصبح هناك الجيل الثالث. الأجيال الثلاثة رفضت الحصول على الجنسية الإسرائيلية وما زالوا حتى الآن يحتفظوا بالباسبور السوري رغم كل التسهيلات التي يمكن أن نحققها أن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الباسبور الإسرائيلي، إذا ما تتخذه إسرائيل من قرارات لا يستطيع أن يغير الواقع على الأرض. وهنا يعني دعم الدعم العربي تحديدا في اعتقادي يجب ان يكون موجه للشعب الفلسطيني على الارض صندوق دعم القدس اين هذا الصندوق يعني احنا عندنا معلومات بتقول ان هذا الصندوق تقريبا خاوي لا يوجد فيه اموال ما يسمى بشبكه الامان الماليه العربيه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه حتى تستطيع ان تكون قادره وصامده التي قررت في قمه تونس قرت في قمه تونس وتجدد في كل للاسف في بعض الدول لا تلتزم بهذه الشبكه وبالتالي لما نتنياهو مثلا ياخذ الضرائب المفروض تحول للسلطه الوطنيه الفلسطينيه هذا بيؤثر بشكل كبير جدا على ميزانيه الشعب الفلسطيني، لذلك دعم الشعب الفلسطيني على الارض انا في اعتقادي هيفشل كل هذه الخطط وربما ياتي رئيس اخر اذا ما هزم ترامب او فشل ترامب في انتخابات 2020 ان ياتي ويعيد الحق الفلسطيني الى اصله، لانه كما تعلم بومبيو بيتكلم عن ما يمكن القول انها فتوتين راي قاله الرئيس جيمي كارتر وقال ان هذه المستوطنات هي غير شرعيه ولا وجودها يمنع الحل السياسي في المنطقه لكن جاء بعديه الرئيس ريغان وقال انها غير شرعيه اذا قال انها يعني مقبوله وشرعيه وبالتالي حتى المجتمع الامريكي نفسه في لم يصل الى قرار يقيني بهذا الامر اذا قد تاتي حكومه جديده في الولايات المتحده الامريكيه وتقول ان قرار بومبي وقرار رئيس ترامب لم يكن قرارا صائبا خصوصا حتى قيادات بعض القيادات اليهوديه الكبيره م. حتى في الولايات المتحده الامريكيه ضد هذا القرار م. يعني عندنا مرشح الرئاسه بيرني سيندرز م. وهو من من اكثر ثلاثه مرشحين ديمقراطيين يعني في المقدمه قال ان هذا القرار لا يخدم السلام ولا يخدم حتى اسرائيل وان الرئيس ترامب اخطا في هذا الامر. سيناتور أملاق زي ادم شيف رئيس لجنه المخابرات في مجلس م. النواب وبيحاول يحقق مع ترامب ويحاول يعزل ترامب قال ان هذا القرار لا يخدم اسرائيل ولا يخدم السلام في منطقه الشرق الاوسط. طبعا اجتمع وزراء الخارجيه العرب هنا في القاهره في اجتماع طارئ ادانوا هذه الخطوه لكن انا في اعتقادي هذا الامر يحتاج اكثر من الادانه. هذا كان سؤالي الحقيقه هل تعتقد ان مجرد إدانة الكلامية أو يصدر بيان يشجب مثل هذا التصرف كاف لوضع حد لهذا الهزل وهذا الاعتداء الصارخ على الحقوق الوطنية الفلسطينية أنا في تصوري الأمة العربية عندها أوراق كثيرة قد يعني تستخدمها وتحصل منها على نتائج وثمار سياسية كبيرة نعم. لكن الإدانة وحدها لا تكفي نعم. لكن مثلا يعني عندما تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس فكرت دولة مثل البرازيل أن تنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لان كما تعلم الان في البرازيل رئيس شعبوي وصديق لرئيس ترامب لكن هذا الرئيس تلقى نصيحه بسيطه من احد مستشاريه قال له ان المنطقه العربيه تستورد من البرازيل اجمالي سبعة مليارات دولار سنويا دواجن فقط <applause> وقال له إذا ما اتخذ هذا القرار وتم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس صناعة الدواجن في البرازيل سوف يتم تدميرها بشكل كامل <applause> تراجع الرئيس البرازيلي عن هذا القرار وزار اسرائيل والتقى بنتنياهو لكنه لم يجرؤ أن يتخذ هذا القرار لماذا أنا أقول هذا المثل؟ أقول أن الدول العربية لديها أوراق كبيرة جدا يمكن الضغط عليها، كما تعلم هناك الصناديق السيادية المالية كلها موجودة في الغرب، العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها موجودة في الغرب، حتى على المستوى الثقافي يعني الدول العربية تستطيع أن تقول بشكل واضح للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الغربية أن مثل هذه القرارات تعطل أي تعاون مستقبلي. شرح هذا القرار للمجتمع الدولي شرح هذا الامر للشعوب الغربيه في اعتقادي مهم للغايه، احنا النهارده عندنا بعض النماذج الاعلاميه مثلا غير الروايه الامريكيه، يعني كان معروف ان الروايه الاعلاميه في العالم استاذ مصطفى حضرتك عملت في الاعلام الدولي هي الروايه الامريكيه نعم. فقط، ما تاتي به شبكات التو... شبكات التلفزيون الامريكيه ووسائل الاعلام هي الشبكه الحقيقيه. مم. الان هناك روايات اخرى، يعني عندما تنظر الى بعض مثلا الشبكات التلفزيون الروسيه استطاعت بلغات مختلفه ان تصل الى بيت كل واحد اوروبي وكل واحد غربي وتقدم روايه مختلفه للروايه الامريكيه لدرجه ان الولايات المتحده الامريكيه تخشى الان ان ما تسميه بالتدخل الروسي انه قد يغير وجهات النظر الشعب الامريكي في القضايا الامريكيه اذا العالم العربي لديه من الموارد الماليه الضخمه جدا يستطيع ان يضع خريطه الطريق لكسب الشعوب الغربية وأنا في اعتقادي كسب الشعوب الغربية ليس صعبا م. يمكن اتكلمنا في البداية عن البرلمانات الأوروبية كم تدعم العالم العربي م. لو رحنا منظمة زي منظمة عدم من الإنحياز والصين تدعم القضية الفلسطينية أمريكا اللاتينية غالبيه الحكام والشعوب في امريكا اللاتينيه يؤمنوا ايمان كامل بحق فلسطين وحق قيام الدولتين نفس الامر في افريقيا وفي اسيا الموقف الامريكي معزول الاتحاد الاوروبي رفضه رفض هذا القرار الاتحاد الافريقي رفض حتى اقرب حلفاء الولايات المتحده الامريكيه وهي بريطانيا التي لا تختلف معها تقريبا في اي شيء ورفضت هذا القرار في علانيه ورفضته في مجلس الامن اذا الموقف العربي والموقف الفلسطيني لا ينطلق من الصفر لا ينطلق من العدم يمكن البناء على هذا اولا هناك حق قانوني لانه عندما تنظر يا استاذ مصطفى الى قرار اللي هو نان ممبر ستيت او دوله مراقب هذا القرار وضع حدود فلسطين في الامم المتحده وبالتالي اي كتله استيطانيه موجوده في الضفه الغربيه او في القدس الشرقيه طبقا لهذا القانون تعتبر ارض محتله او بشكل غير قانوني اذا نحن لدينا من الاطار القانوني ومن الدعم السياسي ومن الامكانيات الاقتصاديه الهائله اذا ما تم تفعيلها وهذا يعني عمليه شرطيه اذا ما كان هناك اراده سياسيه حقيقيه لتفعيل هذه الاوراق في الفتره القادمه اعتقد الامه العربيه تستطيع ان تفعل ذلك اكثر من ذلك بكثير وحتى ترامب ربما تحسب للفشل وبنبوي نفسه تحسب للفشل وقال نحن نقول هذا الكلام ولا نصادر على نتائج المفاوضات لانه مم. يدرك ان وجود الفلسطيني على ارضه وتمسكه بارضه والتفوق السكاني للفلسطينيين وغيرهم مم. انا بعتقد هذه كلها اوراق لا يمكن ابدا ان نغفلها او نتناساها او نجلد انفسنا باننا غير قادرون، انا في اعتقادي نحن قادرون نعم. وقادرون بقوه بس بشرط ان تتوفر الاراده السياسيه. دكتور ما رايك في التحليلات التي تقول ان كل ما يجري الان على ارض الواقع هو التمهيد الطبيعي للاعلان عن صفقة القرن. صحيح طبعا يعني اتفق مع هذا الامر تماما لان الولايات المتحده الامريكيه كانت تريد ان تطرح صفقه القرن في شهر مايو 2019 بعد انتخابات اسرائيليه الاولى في ابريل. عندما تاجل هذا الامر تم التفكير في خطه بديله ودائما معروف عن الامريكيون انهم لديهم خطه ولديهم خطه بديله. وفكر الخطه البديله يتم تفريغ او القضيه الفلسطينيه او الدوله الفلسطينيه من معناها لانه عندما ينقل السفاره من تل ابيب الى القدس عندما يتم الاعتراف بالمستوطنات المستوطنات في الضفه الغربيه من حوالي 600 الف مستوطن تقريبا بيتقاطعوا مع حوالي 3 مليون فلسطيني في الضفه الغربيه لما نتنياهو بيقول لو شكلت الحكومه هضم اراضي غور الاردن والبحر الميت الى اسرائيل يعني هذه ايضا هناك خطوه اخرى غور الاردن والبحر الميت عندما يضم الكتل الاستيطانيه مم. وغور الاردن وياخذ القدس الشرقيه ماذا مم. تبقى للشعب الفلسطيني؟ اذا لن يكون هناك دوله فلسطينيه، معروف ان نتنياهو في اعتقادي ده قناعه الرئيس ترامب وقناعه صهره جاريت كوشنر بان السلام في الشرق الاوسط ينبغي ان يكون سلاما اقتصاديا وليس سلاما سياسيا. مهم. بمعنى يقولوا هناك ثلاثة مليون فلسطيني في الضفه الغربيه ماذا يريدون؟ يريدون ان العيش الكريم يمكن ان نوفر العيش الكريم من خلال وظائف بمرتبات عاليه، سلام اقتصادي، يكون الوضع الاقتصادي في الضفه الغربيه ويفكروا حتى في غزه، يتم مهم. انشاء مطار وانشاء مينا في غزه واستغلال ما يسمى بغاز غزه وكل ذلك من اجل تحقيق سلام اقتصادي. <applause> رخاء اقتصادي لكن دون تحقيق الحلم الفلسطيني في وجود دوله فلسطينيه على حدود 4 يونيو 67، <applause> انا في اعتقادي هذا الامر لن لن يستكين ولن يستمر، انظر عمر اسرائيل 70 عاما او لا. 75 عام، 75 عام يا استاذ مصطفى في تاريخ <applause> الشعوب يعني ده نقطه في بحر <applause> ربما يعني نتيجة لظروف موجودة في المنطقة وما سمي بالربيع العربي تستطيع اسرائيل ويستطيع الرئيس ترامب اتخاذ الكثير من الخطوات والاجراءات، لكن تطبيق هذا الامر عمليا قد يتم الان لكن ماذا غدا؟ دائما العلاقات الدولية والعلاقات بين الشعوب والاتفاقيات بين الشعوب تقوم على الرضا، اي اتفاق لا يوجد فيه رضا استاذ <صدقائي> مصطفى ينقرب الى يعني الى العكس تماما ولدينا في التاريخ مثال شهير جدا عندما هزمت المانيا في الحرب العالميه الاولى فرضوا عليها اتفاق فرساي اتفاق فرساي كان مجحف بالالمان ماذا فعل هتلر هتلر لم يفعل اي دعايه بالمناسبه من سنه 1933 عشان يكسب الانتخابات على الاطلاق هو كان كل اللي بيعمله بينشر تفاصيل اتفاق فرساي للشعب الالماني اللي هم شوفوا قد ايه احنا ظلمنا في هذا الاتفاق كان نتيجه كده ان كل الشعب الالماني صوت له واحتشد وحصلت الحرب العالميه الثانيه اللي كانت مدمره للعالم كله، مم. علشان كده قد تفرض اسرائيل او تحاول ان تفرض اسرائيل ومعها الولايات المتحده الامريكيه اتفاقا ظالما في هذا الوقت، لكن مم. لن تقبله الشعوب، لا مم. الشعب الفلسطيني ولا الشعوب العربيه قد تقبله الان لكنها سوف ترفضه غدا، هذه هي صيروره التاريخ وصيروره الحياه، علشان كده يعني النصحين للرئيس ترامب قالوا له عليك بمسار واحد فقط هو ان يدعم او يشجع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي للجلوس على مائده المفاوضات، وما يتفق عليه الجانبين على الولايات المتحده الامريكيه ان تدعم هذا التوافق، م. انا في اعتقادي في ظل نتنياهو في ظل الدعم الكامل والكاسح لاسرائيل من قبل الولايات المتحده الامريكيه، اسرائيل غير مستعده لاتفاق عادل في ذلك التوقيت، وبالتالي دعم المواطن الفلسطيني على الارض دعم صموده على الارض، دعم صموده السياسي. نتذكر يعني انا اتذكر دائما كلام الرئيس محمود عباس عندما حدث حديث عن صفقه القرن وقرارات وغيرها، اولا رفض كل هذه القرارات، رفض لقاء المسؤولين الامريكيين بما فيهم نائب الرئيس الامريكي مايك بينس لما زار الاراضي العربيه المحتله، هذا الموقف الفلسطيني هذا موقف تاريخي، انا في اعتقادي لن تستطيع اسرائيل ولا تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ولا يستطيع العالم كله ان يجبر الرئيس محمود عباس ان يعني يقول نعم او م. او تجبر طفل فلسطيني واحد ان يقول نعم لصفقه القرن او اي اتفاق هو لا لا يريده م. وبالتالي كل ما تخطط له الولايات المتحده الامريكيه وفريقها وغيرها انا في اعتقادي من باب الهدايا الانتخابيه المتبادله م. م. ما بين ترامب وما بين نتنياهو ترامب يامل دعم اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات صعبة جدا في عشرين عشرين خصوصا في ظل قضية المساءلة ودخول شخصية كبيرة جدا وهو مايكل برومبرج في صف الديمقراطيين وهذا شخصية عنده 55 مليار دولار يستطيع أن يقارع ترامب بالأموال كما نجح ترامب في الجولة الأولى لكل ذلك ترامب ينتظر رد الهدايا من نتنياهو أو من إسرائيل نتيجة كل هذه الهدايا التي قدمها لكن على أرض الواقع أنا في اعتقادي لا هذا كل هذه القرارات ليس لها اثر او واقع على الارض، لا اثر حقيقي ولا حتى اثر قانوني، لان كل م. هذا الامر يتعارض مع كل القوانين الدوليه، ويتعارض حتى مع مواقف امريكيه سابقه بما فيها راي الرئيس جيمي كارتر لما اصدر سنه 1979 وقال ان المستوطنات يعني غير شرعيه في الضفه الغربيه والقدس الشرقيه. دكتور تعاني اسرائيل من ازمه داخليه طاحنه بعد العجز حتى الان عن تشكيل الحكومه, الحكومة. في ضوء الانتخابات الاسرائيليه. التي جرت مؤخرا كيف يستفيد الجانب الفلسطيني في تقديرك من هذه الأزمة؟ أنا دائما أقول أن الأزمة في إسرائيل هي فرصة ضائعة على الشعب الفلسطيني بمعنى عندنا 13 مقعد للأحزاب العربية في الكنيسة الإسرائيلي المقاعد ال 13 لو دعموا جنتس في البداية على الأقل كان يعني تم إزاحة نتنياهو آه نعم البعض يقول جانيتس لا يختلف كثيرا عن نتنياهو كلاهما يعني صهيوني بامتياز لكن على الاقل آه احنا شفنا العشر سنوات اللي حكمهم نتنياهو لم يحصل تقدم لا على الارض ولا في الجانب السياسي والمفاوضات متوقفه منذ عام 2014 وبالتالي لا. في اعتقادي هذه فرصه ضائعة الامر الاخر انا في اعتقادي الرئيس محمود عباس طرح يعني تحدي مهم جدا في الفتره الاخيره وقال انه هو مستعد لاجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في في الوقت الذي تتفق عليه كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية م. وكل أطراف القضية الفلسطينية أنا في اعتقادي على الفصائل الأخرى وخصوصا على حماس أن تكون يعني جادة ومتجاوبة مع رئيس محمود عباس حتى يعني يعني لا يكون هناك حجة لدى إسرائيل لأن م. إسرائيل بالمناسبة حجتها الوحيدة في الغرب الترويج أنه لا يوجد صوت فلسطيني واحد تتحدث معه <applause> عندما يتم الحديث السلطه الوطنيه الفلسطينيه ومنظمه التحرير الفلسطينيه هي المعبر الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تتناسى ذلك هذه دعايه سوداء من قبل <applause> اسرائيل وتقول هناك اصوات فلسطينيه كثيره ونحن اذا عملنا اتفاق مثلا مع رئيس محمود عباس قد ترفضه حماس وتنسى ان رئيس محمود عباس هو رئيس كل الشعب الفلسطيني وان منظمه التحرير الفلسطينيه هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هذا ايضا فرصه مهمه الامر الاخر انا في اعتقاد الدعم العربي مهم للغايه مم. الربيع العربي او ما يسمى بالربيع العربي يا استاذ مصطفى اضر كل القضايا العربيه بالكامل سمع. والقضيه الفلسطينيه والقضية في المقدمه والقضيه الفلسطينيه في المقدمه كانت قضيه العرب الاولى كانت قضيه العرب الاولى احنا نتذكر, أو نتذكر عندما تم استهداف محمد الدره كل طلاب لا المدارس لا في الشوارع لا. تنديدا بهذا العمل م. اليوم كم من محمد دره يقتل في الاراضي الفلسطينيه ولا يتحرك الشارع العربي لماذا لان دمشق منشغله في محاربه داعش والارهابيين والمتطرفين، نفس الامر ليبيا منشغله، اليمن منشغله نتيجه ما سمي بالربيع العربي، لذلك الخطه كانت واضحه استهداف الدول المركزيه والدول الكبيره في العالم العربي حتى تنسى الشعوب العربيه القضيه الفلسطينيه، لكن انا اقول دائما القضيه الفلسطينيه في الوجدان قد يكون هناك جرح نتيجة للحروب على الإرهاب والإرهابيين والظلاميين والمتطرفين لكن تظل القضية الفلسطينية لها كل الأولوية لأن هي في قلب وفي وجدان كل عربي وكل مسلم وكل حر حتى على مستوى العالم، لذلك انا في اعتقادي تفعيل هذه الورقه في غايه الاهميه، خصوصا ان احنا شايفين ان الدول المركزيه بدات تستعيد عافيتها، يعني الجيش العربي السوري يحرر الارض السوريه من الارهابيين والتكفيريين يوما بعد يوم. نعم. الدوله المصريه تعود لعافيتها وقوتها كما كانت وتتجاوز كل ما حصل فيما سمي بالربيع العربي، نفس الامر نرى ربما حلولا في الافق في اليمن نرى الجيش الوطني الليبي يقترب من تحرير كل الاراضي الليبيه بتحرير طرابلس قريبا وبالتالي نحن هناك افق من الأمن هناك رافعه ومنصه سياسيه يمكن البناء عليها في الفتره القادمه واستغلال هذه الفرص الموجوده في ظل التناحر الاسرائيلي لكن يعني كما هو معلوم يا استاذ مصطفى ان الخلاف على تشكيل الحكومه في اسرائيل او ما الى ذلك لا يعطل الخطط الاستراتيجيه البعيده جانيتس لا يختلف كثيرا عن نتنياهو مم. حتى لو ذهب الاثنين وفشل الاثنين وجاء شخص ثالث هو ملتزم برؤية إسرائيل قيام دولة فلسطينية تكون دولة ذات حدود مؤقتة ودولة تكون دولة معزولة ودولة منزوعة السلاح ومنزوعة الدسم ومنزوعة من كل شيء هذا هو التصور الجمعي في إسرائيل عن الدولة الفلسطينية وبالتالي على الفلسطينيين وعلى العرب ومعهم أحرار العالم أن ينتزعوا هذه الحقوق بكل الوسائل وفي مقدمتها الحلول والوسائل السياسية والدبلوماسية ليه؟ القضية الفلسطينية قضية عادلة، القضية القانون الدولي معها، الشعوب العالم معها، استنفار هذه المكونات واستنفار هذه المحركات أنا في اعتقادي يمثل دعم وزخم كبير جدا للقضية الفلسطينية في الفترة القادمة للبناء عليه، لأن التعويل أن يأتي شخصية اسرائيلية معتدلة أو ما إلى ذلك لا يوجد في الأفق، احنا عندنا كل الأحزاب الإسرائيلية شايفينهم، هل الليكود هيقدم شخصية معتدلة؟ غير متوقع، مم. حزب جانس غير متوقع، مم. الكتلة الثالثة أو ما يسمى بصانع الملوك وهو حزب مم. إسرائيل بيتونة افيجادور ليبرمان معروف بتطرفه مم. وكراهيته للعرب وكراهيته للفلسطينيين، مم. وبالتالي علينا لن يحك جلدك <applause> إلا زفرك. مم. وبالتالي إحنا كدعم الفلسطيني في أرضه، الدعم العربي السياسي والدبلوماسي، شرح القضية الفلسطينية عالميا، عدم اليأس من القرارات الأمريكية مم. ما لو اتخذ ترامب عشر قرارات زي اللي اتخذهم لا يجب علينا ان نيأس على الاطلاق. العمل الدبلوماسي والعمل السياسي عمل تراكمي، مم. قد يبدو اليوم مم. انه ليس له نتيجه، مم. لكن تكتشف غدا ان هناك له نتيجه وله اثر وعندما تزور دول في في اوروبا وتتحدث عن صوره اسرائيل الجميع تحدث ان صوره اسرائيل اليوم ليست هي الصوره التي تم الترويج لها بانها واحة الديمقراطيه في الشرق الاوسط وانها تحترم حقوق الانسان وما الى ذلك ويرون في قتل الفلسطينيين ووضع الحواجز ومنع وصول المرضى والعجائز من الوصول للمستشفيات والذهاب للعلاج يعتبرون ان كل ذلك ضد حقوق الانسان وضد مواثيق جنيف وبالتالي صوره اسرائيل تلطخت الصورة النمطية لإسرائيل حتى لدى الرأي العام الأمريكي نفسه اللي كان بتراهن عليه اسرائيل تراجعت بشكل كبير، م. وعلشان كده اسرائيل بدأت تفكر في قوى أخرى تدعمها في المستقبل، م. لأنه في إحصائية بتقول سنة 2018 و2019 نتنياهو زار مثلا موسكو، م. آه عدد زيارات ثلاث مرات الزيارات التي ذهب فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، م. هذا يؤكد أولاً تضاؤل وربما تراجع الدعم لإسرائيل في أمريكا مقارنة باستعداد قوى أخرى لدعم إسرائيل في المستقبل حتى تحصل على مكاسب علينا أن نفحص كل هذه السيناريوهات ونتأكد إذا كان هناك مساحة للعمل ومساحة للضغط علينا أن نعمل فيها وأنا في اعتقاد الساحة الأمريكية الآن الساحة الشعبية ليست الساحة البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية الساحة الشعبية متاحة للغاية هناك أكثر في 2018 أكثر من 20 كتاب طلعوا ضد إسرائيل م. في الولايات المتحدة الأمريكية م. ويقولوا أن إسرائيل تستنزف الولايات المتحده الامريكيه لانه في 2016 قبل ان يذهب اوباما اقر حزمه من المساعدات العسكريه لاسرائيل بقيمه 35 مليار دولار. الشعب الامريكي يقول ترامب يتحدث يوميا عن دافع الضرائب ويطالب الدول بدفع الاموال، ماذا عن 35 مليار دولار مساعدات عسكريه حتى سنه 28 هتقدمها الولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل، اليست هذه أموال دافعة الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد هذه مساحات كبيرة جدا يمكن العمل فيها، حتى تركيبة الكونجرس الأمريكي تحديدا مجلس النواب واللي دخلوا مجلس النواب في تجديد النصف الأخير هي تركيبة ليبرالية، تركيبة يعني علمانية، تركيبة يسارية إيمانها بأساطير إسرائيل وإن إسرائيل موجودة في أرض الميعاد وما إلى ذلك يعني غير موجود وبالتالي يمكن العمل مع هؤلاء أنا في اعتقادي إن لو وضعت خطة على مدار عشر سنوات هذه الخطة مزمنة بأزمنة معينة م. يمكن تغيير الرأي العام الأمريكي بالكامل تجاه إسرائيل م. لأن إسرائيل لم تقدم شيئا للولايات المتحدة الأمريكية م. الأمر الآخر وهذه النقطة في غاية الأهمية أستاذ مصطفى الولايات المتحدة الأمريكية عندها خطة تسمى الاستدارة شرقا بمعنى هي ما عندهاش أي أفكار للبقاء في الشرق الأوسط البترول تحولت الولايات المتحده الامريكيه في 2018 الى مصدر صافي للنفط مه. يعني هي تشتري وتبيع الحصيله ان هي بتصدر مش بتستورد مه. نتيجه للبترول اللي بتاخده من ولايه الاسكا امن اسرائيل هي تعتقد بعد ما حدث في الربيع العربي اطمانت لامن اسرائيل عشان كده وضعوا خطه تسمى الاستداره الشرق قالوا مصالحنا في شرق وجنوب شرق اسيا. مم. علشان كده لما نرجع لخطه الامن القومي اللي طرحها الرئيس ترامب لاول مره من انزو 2001 من 2001 حتى الرئيس ترامب كان بيقول خطر الارهاب هو الخطر القومي على الولايات المتحده الامريكيه. مم. نسوا الكلام ده خالص مم. وقالوا الخطر القومي على امريكا هي الصين مم. وروسيا. مم. وبالتالي هم رايحين بحر الصين الجنوبي، رايحين المحيط الهادي، رايحين جنوب شرق اسيا عند اندونيسيا وماليزيا وسنغافوره، رايحين عند اليابان وكوريا الجنوبيه. مصالحهم في منطقة الشرق الاوسط تراجعت، فالقيمة النسبية لاسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية انتهت. الولايات المتحدة الامريكية دولة يا استاذ مصطفى تبحث عن مصالحها فقط، مه. وبالمناسبة قبل حرب 1967 لم تكن الولايات المتحدة الامريكية تهتم بإسرائيل، مه. لكن عندما وجدت إسرائيل حققت نجاح كبير جدا سنة 67، الولايات المتحدة الامريكية دائما تبحث عن مصالحها وتنحاز الأقوياء. تفكر مم. في الاقوياء فقط مم. لذلك بدات تهتم وتعمق علاقتها باسرائيل وتحول اسرائيل الى مخزن للقنابل النوويه في مم. الشرق الاوسط مم. النهارده لما الولايات المتحده الامريكيه مصالحها تنتهي في الشرق الاوسط وتنسحب من الشرق الاوسط الانسحاب امريكا من العراق 2011 الانسحاب الان من سوريا سوري. وانا اعتقد في خلال العشر سنوات القادمه لن يكون هناك جندي واحد امريكي في منطقه الخليج مم. هناك خطه لاحلال القواعد الاطلنطيه يعني الدول الأوروبية الموجودة في الحلف الأطلنطي محل القواعد الأمريكية واللي يراجع من 2012 يوم ما أعلنت هذه الخطة للصدارة شرقا حتى الآن الولايات المتحده الامريكيه لم تستثمر دولار واحد في الامن في الخليج لكن عندك فرنسا دوله م. اطلنطيه عملت م. قاعده جديده م. وسعت القاعده القديمه بريطانيا تريزامي اعلنت عن استثمار 10 مليار جنيه استرليني في الامن في الخليج م. حتى القواعد في شرق سوريا النهارده ايه القواعد الموجوده 600 جندي أمريكي فقط قد ينسحبوا غدا لكن هناك قواعد فرنسيه وهناك قواعد بريطانيه وحتى يقال ان هناك قواعد المانيه اذا المجتمع الامريكي الولايات المتحده الامريكيه غير مهتمه بكل هذه المنطقه بما فيها اسرائيل علينا ان نستفيد من هذا الامر علينا ان نقول لامريكا ان مصالحك المتبقيه مع 22 دوله عربيه اكبر بكثير جدا من مصالحك مع اسرائيل، وباعتبار الولايات المتحده الامريكيه دوله براجماتيه دوله مصلحجيه بتبحث عن مصالحها فقط، انا في اعتقادي يمكن على الاقل ان نعدل الانحياز السافر الذي كان لاسرائيل منذ عام 1967 وحتى قرارات ترامب الاخيره. هذا يجعلني اسال عن الدور الروسي وفاعليه الدور الروسي في المنطقه وتحديدا في القضيه الفلسطينيه. أنا في اعتقادي دائما الموقف الروسي والموقف الصيني ليس ينطلق من يعني عمل خيري ولا عمل انساني، م. هو ينطلق من عمل سياسي وينطلق من مصلحة حقيقية، روسيا بتعتقد أن منطقة الشرق الأوسط نتيجة للفراغ الاستراتيجي، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها، وعدم وجود قوى اقليمية كبيرة تملأ هذا الفراغ، وأن حل دول حتى الأطلنطي حتى الآن لم تملأ هذا الفراغ، روسيا بتعتقد أن هذه فرصة تاريخية لأن يكون لها نفوذ في منطقة الشرق الأوسط. م. علشان كده هي بتعزز وجودها شرق الفرات، معروف م. إن دايما روسيا كانت موجودة في الغرب في سوريا وليس في الشرق في اللاذقية وفي حمايمين لماذا تعمل النهاردة قاعدة مروحيات في شرق الفرات؟ يعني قرب كوباني، عين م. العرب كوباني. ده مؤشر على مزيد من الإنخراط الروسي في المنطقة العربية. م. لكن أنا في إعتقادي حتى الآن لم يحصل نوع من يعني التوافق الكامل بين المصلحة الإسرائيلية والمصلحة الروسيه، علينا م. ان نعمل في هذه المساحه حتى م. تكون على الاقل روسيا تقف على الحياد ولا تنحاز بشكل سافر لاسرائيل. نعم. بهذه الكلمات نختتم حوارنا اليوم، حوارنا اليوم الذي دار حول قضيه اساسيه وجوهريه هو القرار الامريكي بشرعنه المستوطنات الاسرائيليه وتداعيات هذا القرار، نحن على ثقه ويقين ايا كان الامر كما قال دكتور ايمن سمير ان الموقف الامريكي ليس هو نهايه الامر ولكنها مرحله علينا ان نتوقف ونتامل المشهد جيدا علينا ان ندرك تماما ان القوه الذاتيه العربيه قادره بالاوراق التي تمتلكها على التاثير في مجريات الاحداث وعلى التاثير حتى في الموقف الدولي بالاساس في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا الا ان نشكركم وان نشكر ضيفنا الكريم دكتور ايمن سمين شكرا بالزمان. جزيلا لك شكرا لكم ونلتقي الاسبوع القادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته